السلام عليكم. بزاف الناس سولوني علاش ما كنخدمش، علاش ما كنقراش، علاش ما كنخرجش في النهار، وانا اليوم جيت نجاوبكم على هذه الاسئله هذه، لان احنا متعرضين للخطر 1000 مره. الانسان العادي لانه الجسم ديالنا كيتعرض للتقرحات والخلايا السرطانيه اللي هي مكلفه جدا بالعمليات، ولهذا السبب قررنا اننا نحميو راسنا براسنا وما نخرجوش بنهار، وقررنا نحرموا راسنا من القرايه باش ما نفقدوش حياتنا، لان كما كتعرفوا هنا احنا ما دايرينش لينا مدارس بالليل ولا اكتيفيتي بالليل، ولان هذا المرض ما معروفش بزاف لدرجه انه بزاف الاطفال ماتوا بهذا المرض هذا، ولهذا السبب هذا قررنا حياتنا تقلب النهار، نبقاو ناعسين وبالليل نفيقوا، ما نقدروش نعيشوا كباقي البشر. لهذا السبب يعني ما كنخدموا وما كنقراو، يعني ما كاين حتى شي مستقبل كاين، والحمد لله حنا عايشين وربي سهل. ونتمنى كنت شرحت لكم، يكون عند حسن الظن.